السلام عليكم الاخوان، انتم كما كتشوفوا درك غادي نخلط الفيرني بوليريتان. هذا الصنف ديال البوليريتان. الاصناف ديال الفيرني كاين السولولوزيك، كاين سينتيتيك، كاين لاكريليك، كاين البوليريتان، كاين ديال الماء. فهمتوا الاخوان؟ يعني كل واحد والاختصاص ديالو، انت تعرف كيفاش تشكل واحد فوق واحد. المهم انا خدام درك، انا خدمت كما شفتوا بالسولولوزيك، خدمت بالسولولوزيك يعني التحتانيه لاتنت الاولى، خدمتها بالسينتيتيك ولكن كنخليها تبات، ملي كنضرب فوق منها السلفاسور سلولوزيك ما كيفريزيهاش، لان انا مجربها وعارف شنو فيها، لان كتبقى اتانت. فهمتوا؟ وكنضرب فوق منها فيرني سلولوزيك تانت سلولوزيك. فهمتوا؟ هي هذه اتانت، هذه لا تانت، هذه راه كتخلط بالويت سبيريت في الاصل ديالها، ولكن حنا كنخلطوها بالبروديك. فهمتوا؟ يعني كتبقى سانتيتيك، ولكن ملي كنخلطوها كتبقى، لان كاين بعض الاصناف ديال الصباغه يعني تقدر تخدمها سولولوزيك، تقدر تخدمها سانتيتيك كيما بغيت. حتى الاردوازين حتى هي عندها نفس الاشكال، وتخدمها سانتيتيك ولا تخدمها سولولوزيك كيما بغيت. المهم دروك انا علاش انا ما بغيتش نخدم فوق من هادو السولولوزيك، بين غادي نصارجي ما غاديش يعطيني داك الشيء اللي راني باغي. دروك غادي نخدم بالبوليريتان، لان الا جينا نشوفوا الحقيقه ديال الخشب، هو خصو يتخدم بالبوليريتان. إذا كان في الصباغة خصو يتخدم في الصباغة بوليريتان، يعني هذا هو الأصل. ولكن راكم تعرفوا حنا كنزيدو شوية، مرة كنزينوها مرة كنبزلوها. المهم غادي نخلط التخليطة ديالي عادية، يعني كيكون أنا غادي جبت البريو الدومي بريو والماط، غادي نخلطهم بيناتهم. غادي تعطوني واحد يعني كيما نقولوا ربع بريو، ماشي نص بريو، ربع بريو. فهمتوا؟ هذاك الشيء اللي باغي هو الكاتاليزور ديالو. إن شاء الله غادي نخلطهم بالديريو. من الناحية اللي بغى شي سلعة ولا شي حاجة حصل فيها بلا واحد ديال البركان، مرحبا، نتعاونوا مع خوتنا. ها هما عندي هنا هذيك الصفرة الذهبيه، ها هي دايره 75 درهم، هذه دايره 75 درهم باش نطلقها من نبيعها. عندك ايغلور في الشامبان، ايغلور كتبقى ب 70 درهم. فهمتوا الاخوان؟ كتخرج ب 70 درهم ايغلور. هذه سلعه عاد كيجبناها يعني ودير فيها هاد الثمنات هادو الاخوان، يعني كنشجعوا خوتنا وصافي. هذا كيبقى ب 10 درهم للمتر، كاعت احمر ما كيضيعش دغيا، شي حاجه مزيانه. فهمتوا الاخوان؟ كيبقى ب 10 درهم اللمط. هذا عندك هذا كاتاليزور، هذا كاتاليزور كيبقى ب 100 درهم. فهمتوا؟ كيبقى ب 100 درهم، فيه يوترو. او عندك كيسميتو، عندك الفيرني ارتيكال كيبقى 140 درهم به بالكاتاليزور ديالو الاش اس بروميان، 140 درهم يعني يخرج منه، نهضر لكم الثمن يخرج منه. فهمتوا؟ وكاين كي سميتو عاوتاني كلابري، لابري ديال 5 كيلو كتبقى على حسب الترونسبور وكذا. المهم كنخرجها منا 150 درهم، 150 درهم كنخرجها ل 5 كيلو. فهمتوا الاخوان؟ يلا الاخوان اللي خصو شي حاجه مرحبا، ولكن انا ما غاديش نقدر نصيفط لشي واحد على من على شي حاجه قليله. فهمتوا؟ اللي عنده شي حاجه قليله بغى شي حاجه قليله كيجي عندي منا يتقدا. المهم هذا كيبقى، هذا كيبقى ب 3 دراهم ونص، يعني كاعت الكاعت المزيان كيبقى 3 دراهم ونص. هذا المايسترو شي حاجه مزيانه. فهمتوا؟ يلا الاخوان تبعوا معايا. ديليو 80 درهم، ديليو 80 درهم 5 يوتر، ديليو 80 درهم 5 يوتر. اللي بغى يتقدى من كازا يتقدم تمانيك، ما عنديش انا مشكل. انا قلت لكم اللي ما كيقدرش يدوماندي من كازا ولا كذا كيصعب عليه الحال، مرحبا به يجي عندي مرحبا. يلا الاخوان نولي للشغل ديالي. المهم غادي نخلط وشوفوا معايا. دائما نخلط مزيان. ندير واحد الكميه اللي غادي تقدر تقدمني ما تشيطليش، هو واخا يشيطليك يعني على حساب يومين ثلاث ايام ماشي مشكل، ولكن فوق منها كيبقى يطلق شي حبوب بوي. فهمتوا يا اخوان؟ راه كاين معلومات كثيره، كاينه في منوعات فيرنيزور والقناه ديالي راني بديت لها السنيه، هذا كان صالونات مغربيه احمد. خمسين في المئة الإخوة الكاتاليزور. ديليو هو كذلك حتى هو، فضل انا كدير 25% وانا راني داير 50% حتى.
الماغمات اللي كتكون البروده يعني كيكون تقيل. ها هو الفيرني ديالنا 4 بريو، هذا ماشي نص بريو، 4 بريو. انا كيتكنا بوليريتان يعني ما تحتاجش انك دير سيرفاسو، يعني بوليريتان يعني كيقول لك انك بلا ما دير سيرفاسو، يعني هو كيبريباري راسو براسو، يعني هو كي بين سيرفاسور بين فيرني. كيف كيفاش السيستم ديالو؟ ماشي بحال السولوزيك حتى السانتيتيك، هو كيبريباري راسو بعد ما تيخصك دير له سيرفاس. يعني كاين شي طرق، يعني بزاف ديال الطرق يعني كاينه في الفيرني وكاينه في الصباغه، كاين اللي شنو نقول لكم، لان شفنا في الاونه الاخيره انا كنتفرج في اليوتيوب بعض الناس يعني دخلوا عندهم معلومات، ولكن كنلاحظ انهم كيعطيو شي معلومات خاطئه يعني ماشي، والشرح كيكون ناقص، يعني يقدر شي واحد يتصنت لدوك المعلومات يقدر يزيد عليها خدمه كبيره، فهمتوا الاخوان؟ يعني كاين طرق اللي ببساط انك تقدر تسد لك راسك بسهوله، ولكن كاين بحال مثلا هذوك اللي كيعاودوا. علاش انا كنكرر بزاف في الصالونات كنعاود لهم حاجه قديمه كنعاودها؟ لان انا لاحظت بزاف ديال الناس اللي كيجي يعاود يصبغ الصالون كيقنطر عليه مول الفيرنيسور، كيبقى يتقنطر عليه، يبقى يقول ليه راه خصني نديكابيهم وخصني ندير لهم هادي وندير هادي وكذا وكذا باش يطلع الدوفي ديال الثمن، وهو ما كان والو. يقدر هو مزطم اصلا يعني ما فاهمش وكيدير ديك الطريقه ويجيب فيها. انا نحكي لكم واحد القصه، انا كانت وقعت لي مع واحد السيد، كنت مشيت وكنضربوا له فيرني قهوه، هو بغى يدير كنضربوه بالصباغه كحلة، وبغى يدير هو فيرني قهوه. انا بين جيت تلاقيته قال لي راني حكيته ما فيني، بين جيت تلاقيت الكوادر باقي ما محكوكيش، قلت له يبان لي شكون حكم هادو؟ قال لي راني جبت واحد الخدام جابو عطا له يحكم سيمانه، هو يحك وكيعطيه 100 درهم للنهار، وسيمانه هو تما يعني مش حال جينا شي دا شي 700 درهم اللي داها، وهذاك هذيك 700 درهم اللي داها ضربتها له انا في الزيرو، ونقسم لكم بلي لا ضربتها له في الزيرو. قلت له خويا راه واخا غادي يفيرني فوق من هذا غادي يبقاو لي دوك النقط كحل تما. قال لي والمعمول؟ قلت له المعمول هو اننا غادي نجيبو فيرنيتي طالك، هو اصلا واخا تضربو فوق الصباغه كحله كيعطيك لون قهوه، هو كيعطيك لون قهوه، غادي نوريه لكم دروك تشوف. هاي كندبر عليها الاخوان ما لقيتوش، المهم سميتو تيتا الله كتلقاوه في الصوره دوكي، هذا اللي راكم تشوفوا فيها دوكي في الصوره. المهم كيما شفتوا هذا هو تيتا الله، هذا هو اللي تقدر تشوف واخا تكون فيرني كحل ولا صباغه كحله بغيت ترجعو، هو عنده بعض الالوان فهمتوا الاخوان، عنده بعض الالوان وتختار بيناتهم، عنده شي 10 ديال الالوان وتختار الروبلو، عنده الاكاجو، عنده النوايي، عنده الفانجي، يعني اختار اللون، وهو فاش ما ضربته كيعطي اللون ديالو، فهمتوا؟ هذا هو اللي كيصلح لها داك الشيء. ايوا صدق هذاك السيد مشى باه، وهو دومي بريو، هو اللي كتضربو كيعطي دومي بريو، لو بغيتو بريو خصك تضرب فوق منه البريو، وتقدر تضرب فوق منه فيرني اكريليك، لان حتى هو كيتصنف بحالو بحال الاطلس هذيك الاردوازي، يعني بغيت تخدمو سانتيتيك ولا تخدمو سولولوزيك كيما بغيت، حتى هو هكذا داير. يلا الاخوان تبعونا ان شاء الله نضربو هاد الساتيني باش تشوفو كدي يطلع. يا وي شبكه.